بسم الله الرحمن الرحيم. الحفل الكريم، شكرا للزميل سالم بن خليفة. نتواصل مشاهدينا من خلال التواصل الجميل في هذا المهرجان الكبير، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه، الانطلاقة 12 على بركة الله وتوفيقه التي تمت. وهنا بميدان التحدي ضمن هذا المهرجان وهذا الأداء الجميل، وهنا الجائزة المقدمة من اللجنة العليا المنظمة لسباقات الهجن، سيارة تويوتا ستيشن مقدمة بالفعل للمركز الأول والبقية من الثاني حتى العاشر، جوائز نقدية قيمة. نعود للشوط ونعود للأداء، والمركز الأول من الصدارة، هناك السيطرة مع اليافل لمحمد بن علي بن سعيد بن سالم الاكتبي، شعار بالسعودي هو من يتقدم من البداية في هذا الانطلاق. المركز الثاني، هناك أيضا دخول آخر مع منحاف مملوك لعبد الله بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري وأحمد رائي شاهين، أيضا متواجد في هذا الأداء مشاهدينا كالعادة. نعود ونتابع معكم المركز اللي قادم. المركز الثالث، هناك تدخل من قبل مياسة لسيف بن عيضة بن هلال بن محمد المزروعي التي وصلت أيضا بدورها لتنضم إلى الثلاثة، بينما المركز الرابع هناك أيضا التواجد من غنايم لمحمد بن سالم بن ذعلوب الاكتبي، أيضا متواجد في هذا الأداء، بينما المركز الخامس، ونكمل هذه الفئة، فئة الفايف ستار الخمسة نجوم المتقدمة بوجود منحافة الأخرى لمبارك بن محمد بن خيرة بن مكتوم الشريفي، هو أيضا انضم لهذه الفئة المطلوبة الإعلامية التي دائما نتداول من خلالها هذا الندى وتقرير المراكز. ولكن خلف الخمسة وخلف فئة الخمسة نجوم هناك شعارات ونحن في بداية الطريق، ولكن أيضا هناك المخرج او الدايركتر بالكادر الثاني يعطيكم مع قناة الريان على الهواء مباشرة بهذه التقنية عالية الجودة، الكاميرات الاتش دي. مشاهدينا في كل مكان، نعود للشوط مرة اخرى، وهناك ابو احمد الذي جر الشوط من هذا المنطقة ومن هذه من البداية، ما شاء الله وتبارك الرحمن، الاداء جميل للغاية. هناك اشعار بن عويضان، مشاهدينا من يتقدم بهذا الأداء الجميل، والمركز الآن الأول ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوفوا الانطلاق وشوفوا منحاف وشوفوا عبد الله بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري الذي تقدم، وهناك بجوار تماما، هناك معركة من البداية، هناك المعركة مستمرة من بداية المشوار، هناك مياسة، هناك سيف بن عيضة بن هلال المزروعي الذي أيضا بدا هناك باقتراب، بدا يراقب الموقف، يتابع الاحداث ما شاء الله. اما ننتقل للمركز الثالث، ننتقل وياكم الى منحافه الاخرى لاشعار الشريفي مبارك محمد بن خيره بن مكتوم الشريفي الذي تقدم اللي قادم من مصانع الجنوب بدوله الامارات، ايضا ما شاء الله وتبارك الرحمن، التقدم قادم وهناك ايضا الغدوم. شوفوا المركز الرابع، خلونا نشوف الرابع اللي قادم يا شباب، اخر شوي السلام، هنا اللي قادم الاخرى والتقدم الاخر من اليافل لمحمد بن علي بن سعيد بن سالم الاكتبي بالسعودي، بينما هناك الخامسه التي قادم الاخرى هي غنايم لمحمد بن سالم بن ذعلوب الاكتبي، هي من تتقدم بهذه المواقع الخمسه التي لن يصير اليها اي تغيير، بينما شعار ابو احمد شعار بن عويضان هو الذي غير وانتقل الى صدارة وبدأ يجر الشوط من البداية، كما أيضا عودنا على دائما هذا الشعار من الشعارات المهمة التي دائما تعرف تجر الشوط حتى خط النهاية. السلام يا السلام، هناك كما نتابعها ونتابع تقدمها، هي كما ذكرناها منحافة، وهذا الاسم التاريخي الاسم التراثي الكبير عبد الله لمحمد السهيل بن عويضان العامري اللي في الصدارة اللي مسيطر، أبو أحمد اللي في المقدمة كالعادة. والمركز الثاني، المركز الثاني هناك أيضا كما نرى مشاهدينا، المركز الثاني
هناك أيضا مياسة لسيف العيضة بن هلال بن محمد المزروعي بجوارها تماما تترصد كالعادة. وهنا انتصفنا المسافة 4 من البداية و4 على النهاية، والكل أيضا في هذا المهرجان ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوفوا المركز الثالث، هنا أيضا منحافة أخرى لمبارك بن محمد بن خير الشريفي اللي في المركز الثالث. المركز الرابع شوفوا شعار بالسعودي عاد مرة أخرى إلى صلب المعركة، اليافل لمحمد بن علي بن سعيد بن سالم الاكتبي بدأت تتقدم. نرى هنا أيضا دخول آخر وتقدم آخر من قبل الشاهينية أو بن شاهين وراشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي. الله بدأ يتقدم النعيمي بهذا الأداء وانطلق من المناطق الخلفية كالعادة. شعارات تأتي بقوة، شعارات هنا في ميدان الشحانية بهذا التنظيم الرائع وبهذه أيضا الأداء وبالجمال في هذا الميدان. مشاهدينا من أجمل ميادين بالفعل، من أجمل الميادين، من أجمل التنظيم، كل شيء يسير على ما يرام مشاهدينا من خلال هذا المهرجان وكل مهرجانات هنا مشاهدينا الأعزاء كما رأيناها وكما تابعناها بالفعل بكل الحاضرين. الله شوفوا الشوط وشوفوا بن عوضان من البداية هو مسيطر، ولكن بالسعودي أشوفه حرك ما شاء الله وانتقل نقلة جميلة مع شعار بن عوضان إلى مقدمة الشوط. شوفوا اللي في المقدمة والمركز الأول من البداية، هناك منحاف لعبد الله بن محمد بن سهيل بن عوضان العامري اللي مسيطر على الوضع، اللي أيضا هناك هناك عينه على السيارة الاستيشن. الله يا سلام، هنا كما نتابع المركز الأول والمركز الثاني. المركز الثاني اليافل واليافل لمحمد بن علي بن سعود الاكتبي تتقدم كذلك الأخرى في المركز الثاني، وشعار الشريفي لا يقل أهمية من الشعارات التي أيضا دائما تشارك بقوة كما تبعناها هنا وصلت بقوة الأخرى ما شاء الله. هناك الأخرى هي منحاف منحاف الأخرى لمبارك بن محمد بن خير الشريفي تقترب الثلاثة اللي بيهن زان اللقى ما شاء الله. الرابعة اللي وصلت الآن ده أيضا بيقرب يا شباب اللي بيقرب. الله شوف المركز الثالث، هناك الرابعة التي وصلت أيضا مرة أخرى لتنضم مياسة وسيف العيضة بن هلال. وصل شعار بن شريم، وصل لهم الله، وصلوا المناطق الخلفية. مزون اسم غني على التعريف للهوم بن طالب بن شريم المري بدأ يتقدم، بدأ يتجاوز من أصعب مكان في الميدان، ركض تلقائي واندفاع ذاتي وعدم أوامر حاضرة. وصل خلونا نشوف الشعار الواصل من الجانب الآخر، الوصول والغدوم مشاهدينا من قبل راهية لسالم بن محمد بالضبيعة الاكتبي. من الشعارات الجميلة، من الشعارات التي قادمة من المرموم. الله يا بالضبيعة، ولكن هذيل الخمسة الله الله يا سلام. هناك أيضا دخول من قبل المركز الخامس مع وجود لحمد بالضعيف بن حمد بن غدير، شعار المهندس قادم. الله يا سلام، ولكن خلونا مع ابو احمد، خلونا مع ابو عوضان، وخلونا مع لهوم بشريم في صدارة الشوط، في المقدمة، في الاداء، كل شيء يسير. الله ما شاء الله على الزلولة الحمراء اللي في البداية مسيطرة، اللي قامت تتلفظ يمينا ويسارا من البداية حتى هذه اللحظات بدون اوامر بدون شيء، ولكن مزون للهوم بشريم وصل بقوة بالضبيعة. وصلت الجميلة الاخرى، الشكل جميل يا بالضبيعة ما شاء الله، والأداء جميل والتجاوز والانطلاق. بدأ ينطلق الشباب، بدأ يباعد المسافة من بقية المراكز. الله على الثلاثة، لأن كل أسامي قوية وأسامي ملاك من الدرجة الأولى في سباقات الهجن بالنسبة لأشواط الجماعة ما شاء الله. تنتقلوا في هذه اللحظات مشاهدينا راهية على الشوط. الله يا السلام لسالم بن محمد بالضبيعة الاكتبي بدأ يتقدم بن عوضان، مع هنا أيضا
منحرف المركز الثاني. يا السلام عبد الله بن سهيل بن عويضان العمري بدأت تندفع ولكن الشوط راح، الشوط بدأ يتخلص. بن شريف المركز الثالث. الله، هناك شعار الغربي، شعار الغربي اللي في المركز الرابع، بينونة لزايد محمد بن زايد بن خلفون المنصوري. ولكن خلوني يا شباب، اعذروني اعذروني، بروح معها بالضبيعة، بروح معها بن حويضان. الله الله، يا السلام يا السلام على أداء، السلام يا السلام، وبقيادة المطوع. الله، يا السلام يا السلام، الكل الأخير. مشاهدينا راح راح الحلال، دخل في الكيلو راح ما شاء الله. شوفوا الأداء، وشوفوا بالضبيعة، وشوفوا بن عويضان. قلناكم الشكل جميل والأداء أجمل، وما شاء الله وتبارك الرحمن. هذه راهية لسالم بن محمد بالضبيعة الكتبي بن عويضان، قادم بن عويضان، عبد الله بن سهيل بن عويضان، مع منحاف راهية مع بالضبيعة. الشوط الشوط، الله على الأداء، الله على مهرجان، هو مهرجان، هو تنظيم، هو كل شيء يسير هنا في التحدي. ميدان اسم على مسمى، ميدان التحدي، لازم التحدي موجود في كل شوط من هذه الأشواط. راهية ليه بالضبيعة، راهية راهية راهية، والسيارة والنقطة الغالية. تهانينا، سلام لدولة الإمارات العربية المتحدة، والسلام للمرموم، سلام والسلام لنزوة، سلام. هذا هو مشاهدينا، هذا هو سالم بن محمد الضبيعة الكتبي مع راهية، انتزع السيارة. وشكرا من المطوع المركز الثاني، مع هناك منحاف لعبد الله بن سهيل بن عويضان. المركز الرابع، المركز الثالث لأيضا بينونة لزايد محمد بن زايد المنصوري. المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا، هناك كانت مسكتة لسعيد المطوع بالضحية الكتبي. والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت الشاهينية لجبر بن محمد بن جمعة المهيري الحفل الكريم. لنا عودة للدايركتر، للمخرج الكنترول والتوقيت الزمني. التوقيت الزمني للثلاث مراكز الأولى كالعادة مشاهدينا الآن، والتوقيت الزمني أمامكم على الشاشة، 12 دقيقة 45 سبعة أجزاء من سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا لهذا الفوز الجميل لمطر لمحمد بن سالم، سالم محمد بن ضبيع الكتبي بالمركز الأول. المركز الثاني 12 دقيقة 46 ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا للمركز الثاني أيضا ل عبد الله بن سهيل محمد بن سهيل بن عويضان بفوز منحاف. المركز الثالث لزايد محمد بن زايد المنصوري 12 دقيقة 44 أو 48 وجزئين من الثانية. تهانينا أيضا بفوز بينونة بالمركز